باليد ناصر الشبراني، هدف التعادل. ناصر الشبراني يسجل هدف التعادل لصالح فريق نادي الشباب، يريح الليث الأبيض في شوط المباراة الأول وفي استراحة ما بين الشوطين. هدف التعادل يأتي بهدوء ومرواقة على يسار حارس المرمى جابر العامري، حارس مرمى فريق نادي نجران. هدف أول للشباب في المباراة وهدف التعادل، تصبح النتيجة مع الشوط الأول ومع نهايته نتيجة متعادلة بين الشباب ونجران بدون أهداف. تم تمديد أيضا، يعني هناك دقيقة واحدة في الوقت بدل الضائع ومددت هذه الدقيقة حتى تنفيذ ركلة الجزاء هنا معها ومع بداية هذه حلمنا. عرضية قوية، تعادل قوي وسريع يأتي من الهداف ناصر الشبراني، وهدف ثاني للشباب من ناصر الشبراني، كرة عرضية من حسن معاذ، وهنا الحكم المساعد يشير إلى وجود بطاقة يجب أن تعطى، بالفعل أعطيت للاعبي فريق نادي الشباب. ناصر الشمراني يؤكد تصدره للهدافين، ولكنه يريد هنا يظهر بالفعل الإصرار والحماس من لاعب فريق نادي الشباب ناصر الشمراني، والهدف الثاني يأتي هدف التعادل. نتابع التمريرة الممتازة اللي كانت من بشار عبد الله كاماتشو، عرضية من حسن معاذ، هنا حاول فيها كان على ما يبدو زيد المولد لكنه لم يستطع إيداعها في المرمى لتصل إلى ناصر الشمراني على طبق من ذهب، يسجل بها هدف التعادل لصالح فريق نادي الشباب، والهدف الثاني له شخصية.